يراه الخبراء أنه ناظر وإمام اكتشاف المواهب بقطاع الناشئين بالكرة المصرية، خاصة بعد التجربة الناجحة والرائدة في الفريق البترولي نادي إنبي. هو إمام محمدين واحد من أهم وأفضل مديري قطاعات الناشئين في تاريخ الكرة المصرية. ارتبط محمدين بنادي إنبي الذي قدم فيه للكرة المصرية العديد من المواهب الشابة الواعدة التي باتت هي المحور الرئيسي لكل المنتخبات الوطنية الآن. كان إمام محمدين هو صاحب التأثير الأكبر على قطاع الناشئين بإنبي بعد أن ساهم في صعود الفريق الأول بالنادي البترولي للدوري الممتاز. خطط بعناية فائقة لاكتشاف مواهب عبر طرق جديدة وقتها. قدم للمنتخبات الوطنية العديد من العناصر التي صنعت الفارق، حيث كان ناشئو إنبي لهم تأثير قوي في الحصول على بطولة إفريقيا تحت 20 عاما في عام 2003، ثم في عام 2013 بالجزائر، في جيل ضم صالح جمعة، محمود كهربا، أحمد رفعت، أسامة إبراهيم وشريف عادل دابو. كما ساهم لاعبون قدمهم إمام محمدين في تمثيل المنتخبات الوطنية في 5 نسخ لكأس العالم للشباب، آخرها تحت القيادة الفنية لربيع ياسين. كما نجح إمام المواهب الشابة في تقديم 121 لاعبة من قطاع الناشئين بإنبي لعدد كبير من أندية الدوري، بجانب تصعيد أكثر من 60 لاعب للفريق الأول البترولي، من بينهم عمرو زكي، أحمد المحمدي، عمرو طارق، صالح جمعة، محمود كهربا، أحمد رفعت، محمد مجدي أفشة، أكرم توفيق، صلاح محسن وآخرون، والذي يعد بعضهم الآن العمود الفقري للمنتخب الوطني الأول. ورغم الرحلة الطويلة لإمام محمدين مع إنبي الذي كان فيها عامل حسم نحو ضخ أرباح تصل إلى 213 مليون جنيه من تسويق وتعاقدات لاعبي قطاع الناشئين للفرق المصرية والأوروبية، لكن الحكاية لم تنتهي بعد، ليطير إلى زعيم الثغر ويتولى مستقبل الفريق السكندري نادي الاتحاد. إمام المواهب إمام محمدين معنا اليوم في برنامج الأشبال ليكشف كواليس العام الأول في سيد البلد والاستعداد للموسم الثاني. ضيف النهاردة يعني مهما اتكلمت عنه مش هقدر أوفي له حقه. لما بنتكلم في العصر الحديث عن كل المنتخبات وكل اللعيبة اللي حضراتكم بتشوفوها سواء في الناشئين أو في الشباب أو في الأولمبي أو كمان في المنتخب الأول، ليه بصمة عليهم كبيرة جدا. معظم اللعيبة اللي بنشوفها في الأهلي والزمالك والإسماعيلي وفي كل أندية مصر ليه بصمة عليهم، حافظ اللعيبة كلها من البراعم لفريق الشباب. وأنا هنا في قناة الأهلي لما عملنا برنامج رد الجميل وكنت بستضيف النجوم، نجوم الستينات والسبعينات والثمانينات، يعني مش عايز أكبره، كانوا دايما يقولوا في عبد البقال اكتشفنا، مصطفى حسين أبو الأشبال أول واحد ليه بصمة علينا. لما بنتكلم في العصر الحديث ونشوف النجوم الموجودة دلوقتي هو واحد زي عبد البقال، زي مصطفى حسين أبو الأشبال. برحب بضيف وضيفكم النهارده على قناة الأهلي كابتن إمام محمدين، رئيس قطاع الناشئين في الاتحاد السكندري. منورنا كابتن إمام. حبيبي كابتن مسام، أنا اللي سعيد إني موجود مع حضراتكم. شرفني طبعا تواجدي في قناة النادي الأهلي، القيمة والمكانة الكبيرة، وده مش جديد عليكم، يعني دايما مسيطرنا والواحد بيتشرف وجوده معاك بالتحديد. يعني ما شاء الله كابتن إمام محمدين تاريخ كبير. قبل ما أرجع لورا نتكلم بقى عن الفترة الحالية، من اهم صفقات الحاج محمد مصلحي والكابتن محمد مصلحي في الاتحاد السكندري كابتن امام محمدين. سنه وثلاث شهور دلوقتي في الاتحاد يا كابتن امام، صح؟ اه بالظبط. اه شايف الفتره دي ازاي؟ والله يعني زاخره وفيها زخم كبير جدا من العمل والجهد. الاتحاد نادي كبير جدا واسم كبير جدا في مجال كره القدم. احنا صحينا وكبرنا على أهلي وزمالك واتحاد وإسماعيلي في مصر، وبعد كده بدأنا نشوف المحلة وبعض فرق الشركات والمؤسسات اللي كبرت خلال المرحلة الأخيرة. لكن الاتحاد طول عمره ليه قيمة لينا، كنا بنسميه الاتحاد الصيفي ونفتكره بالكؤوس، كان مزعل الأهلاوية شوية، لكن
الاتحاد قيمه كبيره قوي يا كابتن اسامه، ويكفي ان هو ممثل وسيد البلد في اسكندريه المحافظه الثانيه، عندهم حب للرياضه جمهوره وعشاقه، ونفسهم يشوفوا نادي الاتحاد على منصات التتويج دايما زي ما عهدوا في السنوات القديمه يعني. فبالتالي هو مجرد ما الحاج محمد يعني عرف ان انا بقرب على سن المعاش في انبي كلمني، والحقيقه انا ما كانش في ذهني البقاء او العمل، لكن مقابله الراجل ده في حد ذاته يعني عارف هو عامل زي ساحر كده، تقعد معاه ما تعرفش هو اخوك صاحبك، تحس انك قريبه من سنين. قلت له صعب اسيب انبي 28 سنه وكده، لكن ممكن اساعد واتقدم مشوره، وانا بحب الاتحاد كاسم كبير، كلنا بنفرح بجمهور الاتحاد الاخضر والاحمر. فقال لي انا عايزك معايا واللي انت عايزه. قلت له المساله مش فلوس خالص ولا ماديات، انا عندي نوع من الرضا في العمل، لكن ببقى عايز اضيف في حاجه في تاريخي. ممكن ما اكونش وصلت لمستوى لاعب دولي، لعبت 8 9 سنين دوري ممتاز، لكن ما كان سويس بلاستيك اسماعيلي، لكن ما كانش ليا الحظ اشوف الانديه الكبيره زي الاهلي الزمالك والاتحاد. كان نفسي اشوف جماهير بالقيمه دي، فبالتالي قلت طب يعني ليه لا، ما احاول اعمل حاجه. صحيح الاتحاد صعب شويه، مناخه صعب، جماهيره صعبه، لكن الفرق بتحس الفرق يا كابتن امام بعد 28 سنه هو قال لي شركات كده. نادي انبي وكان ليك نجاحات كبيره جدا وراح لخطوه تانية نادي جماهيري، الفرق ما بين التجربتين ايه؟ هو قال جمله يعني زي ما تقولوا كده حسمت الموضوع شويه. قال لي انت هتتدفى في نادي جماهيري يعني. فانا في خيالي يعني احنا مثلا في انبي عملنا احداث كبيره جدا وعملنا اداءات كبيره قوي وبطولات في نادي صاعد، لكن ما حسيتش الجماهيريه بتاعت النادي والزخم الاعلامي والضغوط العصبيه اللي بتتمارس عليك، وكمان الـ يعني في بعض المناهضين لهذه الفكره انه حد يجي من خارج النادي يمثل هذا المكان. يعني مثلا الاهلي باولاده ورجالته الاتحاد، فكانت الصعوبه هنا، لكن كان التحدي ان انا قلت يعني هي تجربه تدفعك انت شخصيا انك عايز تعمل دوافع جديده لنفسك، تحدي جديد. انا في انبي كان في مناخ كبير وادارات مختلفه مميزه وعندي كفاءات كبيره جدا من المدربين والاداريين واللاعبين اللي جمعناهم في خلال ال 20 30 سنه اللي فاتت، فبالتالي الاتحاد كان محتاج جهد لهذا الامر. ما كانش الملف ده مطروح على حساباتهم، لكن انا بشوف الاستاذ محمد ومجلسه الحالي بدا يخترق مناطق صعبه. وطبعا نادي الاتحاد مش زي انبي، انبي بيصرف على لعبتين او ثلاثه بالكثير قوي، حد زيه زي النادي الاهلي من العمالقه اللي في المجال الرياضي عندنا، وعليه حاجات لجماهيره والبلد ما يقدرش يلغي العاب، ما يقدرش ياثر في هذا الكم بخلاف المنشات اللي هو بيقوم بيها. فيعني جت الفكره مشتركه في ان انا اعمل لنفسي دافع. احيانا لما بتكبر في السن شويه تقع عجزت كبرت اريح بقى عملت اسم عملت سمعه استخبى شويه، لقيتها فرصه ان انا اقدم جهد وفي مكان كبير زي نادي الاتحاد. وحضرتك رايح بقى الاتحاد السكندري وحاطط دوافع جديده علشان تنجح، وعايز تحط الاتحاد وهو نادي جماهيري وتعيد امجاد الاتحاد مره اخرى. اول حاجه ابتداها الكابتن امام محمدين او بدات بالفعل معاك في قطاع الناشئين في الاتحاد السكندري، اول حاجه عملتها ايه عشان تبدا العمل فيها؟ لا احنا قمنا بجهد كبير جدا من ناحيه التنظيم والاداره، من ناحيه التعليم والتثقيف للساده المدربين والساده الاداريين. شفنا كان في محاضرات وبتجيب اساتذه في كره القدم وبتطور الحته دي بشكل كبير. هم عايزين ومحتاجين، بس زي ما كانوا بيقولوا في المثل كده الايد قصيره، لكن احنا قدرنا نوفر بعض الدوافع ليهم. امنوا بكلامي ووثقوا فيا، وانا بحبهم جدا وبثق فيهم، ودي طريقتي في العمل، انك انت يعني لذه السعاده في انك انت تعطي مش تاخد. فكنا انا اساعد زمايلي المدربين والاداريين واخد نادي زي الاتحاد ده انه يبقى في المكانه اللائقه بيه في وسط الكبار. الحقيقه عملنا مجهود ضخم جدا جدا جدا، فني واداري
وتجهيزات على اعلى مستوى. ما ننساش برضو الاداره التنفيذيه ومجلس اداره دعم بشكل كبير، صحيح مش بنفس اللي انت بتحلم بيه، لكن قياسا بما سبق هم عملوا كتير ومنتظرين منهم اكتر ان شاء الله. لكن على مستوى النادي في الناشئين تحسن كبير جدا، نواحي التنظيميه كويس، نواحي الخططيه، نواحي التدريبها بقت على اعلى مستوى، استحدثنا مناصب كتير جديده كويس لتطوير العمل ده، مدير اداره للتدريب، مدير اداره لتطوير البرامج. بقينا بنشتغل بلغه الكره كده، ورقه وقلم ومرايه، لازم نشتغل، ما فيش حد يجي من البيت كده يلطش الساعتين بتوعه ويروح، لا لا، عمل منهج منظم. عندنا البنية التحتية في نادي الاتحاد كان عاملها لنا أخونا الكبير كابتن جارم وحسن مرسي وكل زملائنا اللي تولوا مسؤولية البراعم. عندنا حصاد مميز قوي كابتن أسامة، من سن 7 سنين لغاية مرحلة 14-15 سنة. نادي الاتحاد مش عايز أقول بيقارن، إن شاء الله احنا هنيجي القاهرة، دايما لما بنيجي عشان الأهلي وبنقيس نفسنا على الاهلي، والحقيقه بيقابلونا مقابله كريمه بشكرهم من دايما. وانت بتتكلم عن الاهلي بتقول دايما باخد الاهلي مدرسه قيمه يا كابتن كبيره. نختلف نتفق، انت زملكاوي وانت اتحاداوي وانت اسماعيلاوي، انا من وانا لاعب دخلت جوه النادي الاهلي في بوادر طبعا بتسبب الحب والاحترام ده. ممكن ما تكونش اهلاوي بس بتعشق الاهلي اكتر من النادي مثلا بتشجعه، لانك شفت القيم والاخلاقيات، الكلام الجميل اللي بيتقال على الميديا ده او النادي الاهلي بيرسخه، ما هوش بس واجهه اعلاميه شفته في الحقيقة. النادي بيقولها، لا، النادي مبادئ فعلا، نادي اخلاقيات، حتى اولاده حتى لو فيهم خلافات بيساعدوا بعض وبيوزعوا بعض. في الاهلي بتحس في ريحه تعاون اكتر من اقران اخرى، وده سر تميزه طبعا، وده سر شموخه وقيمته. انا اتصبت وانا لسه 22 سنه ماتش النادي الاهلي، فالكابتن جوهر رحمه الله عليه امر ان انا اتعالج في النادي الاهلي، وانا بلعب في البلاستيك، بتلعب ضد الاهلي البلاستيك موسم 1982 كنا تعادلنا 1-1 وجبت الجول انا ده، وبعدين اتصبت اصابه كنت مع الكابتن ربيع فجالي رباط داخلي، دخلوني جيم في النادي الاهلي والعياده مكان الصاله القديمه دي، والنهارده بقى في تطور كبير قوي قوي يعني. كان طارق اللي بيشرف عليا اعتقد، وكنت بتمرن في نفس التوقيت مع عادل عبد الرحمن، كان مصاب اصابه كبيره مع لعيبه الاهلي، فكونك انك تعيش جوه النادي الاهلي فتره تزيد عن شهر، بتشوف اللعيبه وهي بتتمرن صباحي ومسائي، بتشوف السلوكيات، بتشوف اخلاقيات، بتشوف التعاون، فرحتهم بيك رغم انك انت من نادي صغير بلاستيك مقارنه بالاهلي، وكان بلاستيك مقرف شويه للاهلي في احيانا، لكن الموقف ده بتاع الكابتن جوهري الامر انك تتعالج مجرد انك انت في حاجات كتير يا اسامه لو قعدت اتكلم فيها يعني مش عايز افخم في الاهلي بالشكل اللي ممكن الناس تقول بنطبل، لكن دي حقيقه يعني. انا ما اجي اخرج مثلا وانا راجل بعكاز ونجم في حجم طاهر ابو زيد ياخدك بعربيته ويوصلك، انا اعرف كابتن خطيب وانا ناشئ صغير ونجم من عندنا من عين شمس بنتشرف فيه، كنت بصاحبه في مبارياته وهو بيلعب في النصر، حتى الفتره اللي سافر لبنان ورجع، يعني اقصد اقول في علاقات ممتده من خلال شواهد ومن خلال علاقات تخليك تحب الكيان ده، اخلاص، عمل، مساعده. حتى في اطارنا احنا واحنا بنبتدي في انبي من فترة التسعينات، الكوادر اللي دخلت من نادي الأهلي ثقافتنا بشكل كبير، وإحنا ساعدنا بشكل أكتر. يكفي أن أقول مثلا قضية زي مؤمن زكريا دي، أنا دخلت فيه النادي الأهلي لأن كانت أحداث صعبة، وأنا اللي رحت خلصته عشان بعد كده نجيبه نوديه الأهلي. ما تقولنا نستفيد بيه كده. وأنت بتتكلم عن اللعيبه دي يعني صور كابتن امام محمدين، زياره الكابتن الخطيب، زياره الكابتن الخطيب لنادي الاتحاد السكندري وقتها، لفته كبيره قوي من نجم محبوب. كابتن خطيب لعيبته لعمره، دي العلاقه اللي دايما وهو دايما بياكد على معاني الاخاء والتعاون والمحبه والود. الصوره الثانيه دي معانا برضو. كان بيسالني عن الناشئين، وكان بيقول الحاج محمد انت خدته ليه؟ خدته ازاي؟ شرف طبعا ان احنا نتكلم بقيمه كبيره زي كابتن خطيب لاي مكان حقيقه. فيعني موضوع الاهلي مش محتاج مني انا كامام ان انا اتكلم عليه،
النادي الاهلي قيمه وقامه، تاريخ مشرف لينا وللبلد. نسيت ابارك لحضرتك طبعا ببطوله افريقيا، وان شاء الله الاهلي دايما في العالي كده، لان انا بلاقي كل المبادئ والاخلاق والتعاون، مجرد ما بنطلب منهم حاجه بيوافقوا. مجرد ما حبيت اجيب فرقتين من اسكندريه في حادثه مش بتيجي كتير لان الظروف ما بتساعدش، عايز اعمل مباراه مع النادي الاهلي في سن 15 17 مقابله كريمه وغدا وعشاء، وكل الزملاء من عم عبد الله في النادي الاهلي من عمال غرف الملابس. الحمد لله بحتفظ بعلاقات طيبه واحترام معاهم، وهي دي دايما الحب بيولد الحب دايما، يعني علاقه النادي الاهلي بالاتحاد السكندري وبكل الانديه. برضه طمنا على الاتحاد السكندري واحنا لسه في بدايه الموسم، اخبار الاختبارات ايه دلوقتي؟ خاصه عارف الكابتن امام محمدين يعني ما شاء الله يعني عينيه حلوه، المجموعه اللي معاك برضو تقدر تجيب من كل المحافظات، علشان تبني قطاع ناشئين صح لازم تعمل الاختبارات ولازم القاعده تكون كبير. مش عايز يعني اتكلم في الجزئيه ده عشان بتزعل بعض الزملاء في اسكندريه، لكن اللي كان بيتقدم لقطاع الناشئين في نادي الاتحاد اقل بكتير جدا من اسم نادي الاتحاد. ده قبل كده؟ طبعا. يعني اما تيجي تتكلم في نادي الاتحاد التاريخ الكبير اللي جمهوره شغوف فيه ده، وليه اساطير ونادي تخطى ال 100 سنه، لازم الفكر اللي بيشتغل فيه يبقى على قد الامكانيات بتاعه النادي وسمعته طبعا وتاريخه. فبالتالي نادي الاتحاد ما كانش بيلف كتير قوي في موضوع مقتصر على اسكندريه، وممكن يكون بحيره كفر الشيخ. طب احنا عايزين نسوق اسم الاتحاد ده زي الاهلي والزمالك، ناخد حته، ما هو الاهلي والزمالك مش هياكلوا التورته كلها، هيسيبوا لنا حته. فالحته دي ان احنا نروح اماكن وقرى ونجوع. فانا لفيت حوالي 21 محافظه، انا كان ليا الحظ ان انا اروح حوالي 9 10 منهم، وبقيت زمايلي كابتن محمود عز وجمال بشير وحسن مرسي، القيادات اللي موجوده معايا في العمل، كابتن جارم، كل المجموعه دي، في مجموعه تبقت في النادي لمده اسبوعين ثلاثه بتعمل اختبارات داخليه، وانا عامل 4 افواج، واحد بيتحرك مثلا بحيره كفر الشيخ. يعني الاتحاد السكندري لف 21 محافظه؟ احنا ما رحناش بس اسوان بس، لفيتوا مصر كلها. طب طمني بقى، الاتحاد السكندري طلع بمواهب يعني كان جمله اللعيبه اللي انت اخترتهم طبقا للي انت بتشوفه، لانك انت وانت بتقيم في اسوان او الاقصر الحاله اللي عندك. مظبوط. معنى انك تاخد 20 لعيب مش بالضروره 20 هتنقلهم نادي الاتحاد، انت بتقيس على اللي عندك برضه، انت بتعمل مكون كبير عشان في الاخر تفلتره وبص شوف ايه احتياجاتك، لان الاتحاد مش ميت، الاتحاد عنده فرق، عنده كم فرق وعنده نجاحات مش وحشه. احنا بندور على جوده اعلى شويه، فاوريدي عندك فريق وانت عايز تطعمه بعناصر، فبتجيب الافضل او زي اللي عندك. فبالتالي انت بتدور بقى من الشريحه بتاعت بحري وابلي والمنيا وصمدوط واسيوط وسوهاج وكل المنطقه دي. يمكن المنطقتين اللي ما كانش لينا حظ فيهم بورسعيد واسوان، ما عرفناش نوصلها طبعا احتراما للمصري. الاسوان اختلفنا مع اللي كانوا بيقيموا الاختبارات. منطقه تانية زي الفيوم ممكن يكونوا زعلوا ان انا مش موجود على راس العمل فرفضوا اجراء، يعني على قد ما هي بتدينا. بس رحتوا معظم المحافظات، عملنا جهد غير عادي غير عادي. النهارده الفرق ماشيه بنظام مميز جدا، هتشوف الاتحاد في شكل افضل. الاتحاد كان فترات سابقه نتائجه متراجعه شويه، مش يعني نقول الكلام بتاع ما كانش فيه امكانيات وما كانش فيه عطاء، واصله الكابتن خد امكانيات، الامكانيات اللي احنا بنشتغل بيها لا تضاهي 5 6 فرق كبار في مصر. النهارده الاتحاد واحنا بنتكلم دلوقتي الساعه 9 دلوقتي، اتمنى له التوفيق ان شاء الله، بيلعب مباراه النهارده ممكن يكون في الكونفدراليه، يبدا الاتحاد يكتب تاريخ جديد ان شاء الله. بصراحه مجلس اداره يعني بيعول على المباراه دي كتير قوي، وشايفها يعني نقطه انطلاق كبيره قوي هتفرق معانا اذا ربنا اكرمنا وقدر لنا الفوز. الاتحاد يبقى رابع الدوري رسمي طبقا للكلام اللي تم من اتحاد الكوره من الفيفا، فبالتالي هيمثل الكونفدراليه دي، هتغير في استراتيجيات حسام شويه في اختيار اللعيبه في نادي الاتحاد كمان كله. والموسم القادم كمان هنروح لفاصل يا كابتن امام، وبعد الفاصل بقى عايز اتكلم
فأبرز النجوم اللي اكتشفها الكابتن إمام محمدين وقدمها للكرة المصرية، لكن بعد الفاصل. أهلا بحضراتكم من جديد. كابتن إمام، كنت بكلمك قبل الفاصل عن اللعيبة بقى اللي اكتشفتها وقدمتها للكرة المصرية. نبتدي الأول بالنادي الأهلي. عشان أبرز اللعيبة. لا، النادي الأهلي لنا تجارب محترمة معاه كتيرة طبعا. أنا حتى في الفاصل كنت بتابع حضرتك في الانترو الأولاني، فشايف قائمة الأهلي مباراة الإسماعيلي بكرة. فقاعد عد اللعيبة وأنا قاعد في أدوا واحد اتنين ده. فوصلوا 7 أو 6، يعني تلت الفرقة. يعني بدءا من الكابتن علي لطفي. علي لطفي طبعا. في أكرم توفيق، في مجدي أفشة، في كهربا، في حمدي فتحي، أحمد وحيد، صلاح محسن. صلاح يعني من اللعيبة، وصلاح لسه يعني من الحاجات اللي مزعلاني جدا انه صلاح امكانياته الفنية والذهنية اعلى بكتير جدا من اللي بيقدمه للنادي. دي صورته، دي صورته 9 سنين. ايوه جبناه لك على طول. صلاح ده الاستاذ ماجد نجاتي رئيس مجلس ادارة نادي انبي. والمرحوم الاستاذ عادل عمار ده قيمة كبيرة في نادي انبي، وهو اللي عمل قطاع الناشئين، وده صلاح بياخد كاس احسن لاعب فكنا بنكرمه. ودي هو 10 سنين برضو، فهو كان بياخد هداف المسابقة في القاهرة. وكل سنة مثلا ليه مش اقل من 20-25 جون ما شاء الله، ويدوله في المنطقة احسن. فكل ما ياخد الجائزة دي نعمل له حفلة عندنا في انبي، لانه كان محبوب وموهوب ومعطاء. وكانت هتقول لنا الكواليس بقى كابتن امام، وانت كنت يعني انت يعتبر انت المربي، صلاح محسن وقفشه واكرم توفيق، ما تقول لنا ابرز المواقف مع اللعيبه الصغيره دي. اكرم شاهد على نشاته من الاول. اكرم جه لان كان احنا في اتجاه مع لعيبه المنصوره عبد العزيز توفيق. وكان في اتجاه ان احنا ناخد احمد توفيق، بس حصل تعثر من خلال الكابتن انور سلامه للاسف. انا جبت احمد بعد عبد العزيز، وبالتالي اكرم كان عند طفل صغير 8-9 سنين، فبدا ينتمي للنادي بحكم ان اخواته موجودين. يعني اكرم كان في المنصوره الاول؟ لا، ما كانش لاعب حاجه. اكرم لا. اكرم جه من كفر ظهر على انبي. دخل 8 سنين، وهو كان عنده سمات اراديه، يعني بيتحلى بحاجات. انت في المرحله دي في الاطفال الصغيرين بتخليهم يستمتعوا بالكره في الاول. حجم الكره، مساحتها، اللعب انا وزميلي. حاجات بدائيه كده. لا، هو شرس من صغره، يعني قوي. القتاليه عند اكرم. لا 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 لا. من صغره. لا 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 لا. هي المميزه. انا اتخيل انه اكرم لو في اي العاب ذهنيه هيتخانق عشان يكسب، ما بيحبش الخساره. كويس. عنده قلب اسد صراحه، احنا كنا بنسميه كده. بنشوف دلوقتي اتطور بشكل كبير. وعنده سمات اراديه من صغره. يا اسامه، شايف نفسه لعيب منتخب، شايف نفسه لعيب النادي الاهلي. اللعيبه خد بالك وانت بتتكلم معاهم وهم صغيرين. بيقولوا الكلام اللي انا بحكيه لحضرتك ده. يعني انه اللعيبه دي وانت بتكلم كابتن، هو انا ممكن النادي يسيبني بكره اروح الاهلي؟ اقول له انت لازم يبقى عندك هدف الاهلي والزمالك والانديه الكبيره. انبي مش قليله، لكن ما احناش هنبقى في مصاف الانديه دي. يعني نديك ماديات كويسه، هنديك تغذيه كويسه، لكن تعال نتكلم في القيمه التاريخيه اللي بتضيف للبلد. هم انديه القمه، بطولات افريقيا، بيشاركوا بصفه دوريه. انت لما بتيجي تاخد بطوله كاس كل 10 سنين فهتمثل الكونفدراليه شويه وهتخرج، امكانياتك مش بنفس درجه القوه اللي في النادي الاهلي ونادي الزمالك. وبتحديد الاهلي واخد عين الشباب الصغيره، لانه مسيطر من 2005 مثلا، وحصل له وعكه كده في 2002-2003، لكن من ساعتها الاهلي يعني مسيطر. طب قفشه بقى، وانت احنا بنتكلم على محمد، كنا محمد مجدي قفشه بقى اللي كان بيميزه هو صغير ايه؟ محمد ده اكتشفناه بالصدفه في ملعب في منطقه البراجيل. هو جاي من قريه اسمها كومبيره. وطبعا حدوته هو اتكلم فيها كتير، وما بيتنمرش لاهله، بالعكس هو دايما بيقول انا ابتديت كذا، والدي كذا، والدتي كذا. ودي من السمات النجم، ما تخلاش عن الاصول بتاعتي، بالعكس دي تجربه احنا نعلم منها شبابنا ازاي بتبدا. الحلم مش بعيد. لو انا حاطط تارجت في دماغي هلعب في الاهلي والعب في منتخب مصر واملك المقاومات دي هتوصل. شفت الجون بتاع محمد مجدي قفشه اللي كان من نص الملعب؟ هو متعني عامه، هو ناشئ
كتير قوي. ورغم اقبال حضرتك محمد بيتفرض عليه، يعني النهارده اي حد بيلعب النادي الاهلي نمبر 1 هتراقب مجدي يا لي شريف. يعني عشان تقول خطوره ده الهدف اللي معانا. لا لا لا، ذكي غير عادي، غير عادي، كان نفس الذكاء برضو والمهاره مجدي بيلعب. احنا في سن 13 سنه بنتفرج على حوالي 300 ولد، كنت انا وكابتن فتحي ماشي. ايوه احكي لي الكواليس الحلوه ده يا كابتن امام، وعينك الحلوه. فقاعدين في ملعب عاملاه الحكومه الصينيه اعتقد للبراجيل، ولسه متنجل صناعي جديد. فاحنا قاعدين في نص الملعب ظهرنا لبعض، هو بيبص على النص ده وانا ببص على النص ده. قعدت اشوف مثلا حوالي 200 لعيب، ما فيش، لان انا عندي يعني اسلوب في اختيار اللعيب، مش كل اللي يعمل حركات بالكوره تقول ده لعيب كويس. انت بتشوف من تالت عقليه ذكاء طفل، السرعه مهمه جدا، عقليه اللعب يا اسامه. فكان من الحاجات ماشي غمزني، قال لي في ولد قدامي هنا تعال بص عليه مش عارف ايه. ده كابتن مين؟ فتحي يا عماشه. فتحي محمد علي شهير بفتحي عماشه. يعني لازم نديله حقه لان هو العين الاولانيه اللي جابته، وبرده هو اللي احتواه في الفتره الاولانيه بعد اكتشافه. لان انا كان جه في الوقت ده الدكتور عمرو استلم مكاني فتره بسيطه، وانا كنت طلعت مع كابتن انور وعلاء فوق، وبعدين رجعت تاني. ففتحي اللي كمل معاه الفتره الاولانيه 3 4 شهور. فهو عشان معهوش فلوس ومعهوش امكانيات، والقريه دي عشان توصلها تركب 3 4 مواصلات عقبال ما توصل بس لعند نادي النيل. وبعدين من نادي النيل تنزل بقى تروح لانبي في طريق السويس، يعني مشوار كبير ومكلف. طبعا. فكان الكابتن فتحي اللي بياخده بعربيته ووصله، يركب بس هو توك توك يوصل لغايه وياخد من نص الطريق ياخد معاه التمرين ويرجعه تاني. فتم رعايته في كل الجوانب الغذائيه، لكن عقليه يعني بدري باينه. يمكن اكتر اتنين لفتوا انتباهي في حياتي التدريبيه محمد مجدي، محمد مرسي قفشه. ايوه. وصلاح محسن، من وهم 9 سنين 10 سنين اول ما شفتهم على طول. لا لا لا، لعيبه بتاعت اهلي وزمالك. يعني كان اتكلم معاك بصراحه، اما بتستكشف لعيب زي كده بتقول ايه اللعيب ده بتاع اهلي مش بتاع، بس انا همسكه طبعا لانه انت في الاخر بتشتغل لمؤسسه. راتبك وبتاع منها. بس انت عارف ان الولد الصغير ما ده عنديش شك انه مجدي هيكون ليه مستقبل كبير. لكن لازم برضو الحديث اذكر يا كابتن اسامه، دايما بنغفل احنا في النص حاجات مهمه جدا. ما هو اللي وصل اسامه وعماد متعب والاسماء دي قاده في التدريب صغيرين لغايه ما خدهم حد حطهم في التوهج الكبير ده. الحقيقه قام بزملاء كتير قوي، زمايلنا في نادي انبي، محمد اسماعيل، طارق عبد الله، لازم اديهم حقهم، من الناس اللي اشرفت على تدريبه ورعايته عماد جابر. كم كبير قوي من المدربين زمايلنا خدوه من سن 13 لغايه ما بدا يلعب في سن 19 سنه، وبعدين جه كابتن طارق العشري من الحوادث برضه قال لك لا يصلح على محمد مجدي، فبقينا ناخده نسوقه ونبعته الرجاء عشان احنا عارفين انه قيمه كبيره قوي. يعني عايز اكلم، مش عايز اقول ان انا في الكواليس كلمت مسؤولين في النادي الاهلي علشان بيبقى ليا علاقات معاهم. الولد ده بتاع الاهلي مش بتاع طب يعني. كهربا، وانت بتتكلم عن محمد مجدي قفشه وانت شفت هو وصلاح محسن وهم لسه ولاد صغيرين، محمود كهربا استنيته على باب النادي الاهلي، وكان وقتها النادي الاهلي يعني دمج فرقتين، في بعض اللاعبين بيرحلوا خلاص بيمشوهم، الكابتن امام مستنى على بابه النادي الاهلي، لقط كهربا وخدوا نادي. هو في بداياتي النادي الاهلي بيسيب عناصر مميزه كتير. بحكم يعني بيجي له كم كبير قوي من اللعيبه المميزه في كل محافظات مصر. قيمته كده، فبيجي يعملوا هم حاجه كانوا بيعملوا حاجه اسمها اختبار مقارنه. اولاد الاعضاء والفريق الاساسي بتاع النادي والمختبرين الجدد، وبعدين بيدمج ما بين سن 93 94. في الوقت ده وانصيت كام لعيب بقى؟ 6. فانا كل ما اشوف في الرؤيه بتاعت الزملاء في النادي الاهلي ده بيمشي احلق عليه طبعا. جايبه مكلمه وباخده مثلا كهربا، في طارق سامي اللي بيلعب سيرت باك بتاع سيراميكا. في محمود البلعوطي، محمود ابو عزيز عطيه، جبر اللي هو البلعوطي جون انبي. في شريف عادل سعيد دابو،
في احمد رفعت، احمد سيد رفعت، اه كل دول خدناهم في سنه واحده من النادي الاهلي وقتها. اه فكان الشيء الطبيعي انك تتعاون، لانه اللي ساعدك في حاجه لازم ترد له الجميل. عايز اسالك بعد الفاصل، الصفقه بقى اللي عدت من تحت ايد الكابتن امام محمدين كنت حاطط عينك عليها، انا عارف طبعا عندك اجنده، كاتب كل براعم مصر من اسوان لاسكندريه من بدايه 10 سنين وتسع سنين لفريق الشباب بعد الفاصل، لكن هنروح قبل الفاصل دلوقتي نشوف بقى اخر استعدادات برضو قطاع الناشئين في النادي الاهلي للموسم الجديد، ونشوف استعداد فريق 2007، وبعد الفاصل حواري مع الكابتن امام محمدين. الحمد لله رب العالمين على الثقة الكبيرة من الكابتن خالد ومستر مايكل. الحمد لله الموسم اللي فات كان موسم صعب جدا، قدرنا نحصل فيه على بطولات، الكابتن خالد عمل إصلاحات كتير بفضل ربنا سبحانه وتعالى، وهنكمل إن شاء الله بإذن الله الموسم دوت. وبشكرهم طبعا على الثقة الغالية إن هم توليت مسؤولية فريق 2007 السنة دي. الحمد لله الكابتن خالد في اجتماعه السنة اللي فاتت معانا في أول الموسم قال الموسم ده تحدي للمدربين كلهم. بفضل ربنا سبحانه وتعالى الحمد لله فرقة 2008 من أحسن فرق البراعم في النادي، ومستقبل النادي في 2008، فرقة 2007 برضه من أحسن فرق اللي موجودة في النادي، وإن شاء الله بإذن الله نكمل المسيرة السنة دي. تحدي كبير فرقة 2007، إن شاء الله بإذن الله نعمل حاجة كويسة، خاصة إن أنا كنت معاهم السنة اللي قبل اللي فاتت وعارف عناصر كتيرة منهم، إن شاء الله بإذن الله ندعم ونعمل موسم كويس إن شاء الله بإذن الله. كنت بسألك يا كابتن إمام، الصفقة اللي أنت كنت منتظرها بقى من النادي الأهلي، أو الصفقة اللي عدت من تحت إيدك؟ لا، هو في النادي الأهلي عشان في حب واحترام وتعاون، بنساعد بعض في المجال دون، هم فادوا نادي إنبي ماديا، وكمان اللعيب بيحصل له توهج لمرحلة ما تقدرش تقعده في إنبي، خلاص لازم جو هيد مرحلة تانية. لكن اللعيب اللي أنا كنت خلاص شبه أبط عليه وهاخده كان منسي في الاهلي، ومره واحده علي ماهر اتصيد بيه بقى، وهو تريزيجيه. تريزيجيه ما كانش بيلعب فتره كبيره قوي مع كمونه ومع مشير حنفي، وانا كنت عارف قيمته الفنيه كبيره قوي من كفر الشيخ وهو في البراعم فباين، بس جينا في مرحله 15 ما بيشاركش. فخلاص بدات بقى احط شباكي عليه، عايز اجيبه في نفس الوقت. الليبرو بس الناس الاسم دلوقتي في الاهلي برضو، كان لعيب كويس قوي وكان عايز يمشي ووالده عايز يمشيه وعايزه كده، فانا كلمت الكابتن زيزو كان تولى مسؤوليه الفريق الاول في النادي الاهلي. شوف الصوره دي بقى، كهربا هو صغير، محمود كهربا هو صغير، بدر فوقيه اهو، كابتن بدر رجب، ودي في البراعم دول جيل 94، كابتن جمال السيد طبعا، دول جيل 94 دول، جمال وبدر هتلاقي فيهم تريزيجيه وهتلاقي فيهم كهربا. ما شاء الله حافظ الاجيال بالاعمار السنيه. تريزيجيه اول واحد على اليمين تحت يا كابتن، اول واحد على اليمين تحت قاعد صح؟ ايوه عامل زي زداد. ايوه تريزيجيه. كابتن امام محمدين حافظ الاعمار السنيه بالمواليد وكل حاجه. اللي فوقيه الاخضر ده البلعوطي، جون انبي الحالي، ده جون انبي الحالي، حارس مرمى عبد العزيز عطيه جبر. اللي في النص فوق اللي هو اليودان ده، شريف عادل سعيد لاعب سيراميكا، شريف عادل ده اللي في النص، اللي جنبه ده لعيب الداخليه اسمه محمود، لا يعني الصوره بعيده بس انا ما شاء الله فاكرهم يعني، لان انت الاجيال دي بتلعب قدامها. يعني تخيل انت في السنه الواحده بتلعب مع النادي الاهلي حاجه و20 ماتش، فحفظت اللعيبه كلها 9 و10 و11 و12 و13 و14 لغايه 20 سنه. تخيل كام في 12 فريق بتلعب جو اوت وذهاب وعوده. يعني بشوف فرق الاهلي 24 مره بنفسه. فبالتالي حتى وانت بتبتدي كان بدري ده قسطه. كابتن بدري حلوه برضه. لا 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 حرامي كبير بدري ده.
حرام اصحابك ويوديك في حته وروح هو في حته ثانيه. اشطر واحد شفته في مجال تدريب البراعم وقيمه كبيره قوي النادي الاهلي كون كيانات كبيره قوي على فكره كابتن اسامه وانتم في الدرجه الاولى اعتقد انت جيل 82 على ما اظن. المجموعه اللي هو اشتغل فيها هو ووهبه وكروفر وحسام البدري كان الجيل الاصغر من وحسام البدري المجموعه دي بدات 87 12 13 11 مزبوط. 10 9 8 عملوا كم لعيبه النادي الاهلي بيحصد فيها حاليا. بدري عمل قيمه كبيره هو طبعا للاسف مستقر في الخليج لكن لو رجع النادي الاهلي في المناخ ده في الجمال في المجال ده حدوته يعني حدوته كبيره. موضوع الاجنده اللي عند الكابتن امام حمادين اللي بيكتب فيها كل اللعيبه الموجوده في مصر المواهب يعني نفتحها نلاقي لعيب براعم في غزل المحله لعيب في اسيوط لعيب دايما عندك بتحصل دايما. فضلت اطارد لعيب المحله امام عاشور ده مثلا كان احنا وصلنا اربع فرق في براعم النادي الاهلي كانت المسابقات بتقام جوه النادي الاهلي بيستضيفها فكان اللي بيوصل دايما الاهلي وانبي والمقاولين والمحله في 9 سنين في 10 سنين فمن ساعه ما شفنا امام عاشور ده وفخري واحمد يوسف دول كانوا الجيل بتاع 99 98 فكانوا بيعملوا عروض جامده جدا يطلعوا الرابع المجموعه لان اهلي وانبي ومقاولين بس عينك عليهم جامدين جدا فباينين من 9 سنين فانت عايز تروح تقطب بدري قبل ما يغلوا ده مش شركه كود خير ما اشتري ديك السعر بيعلى ودي الفكره اللي يمكن منجحها الاهلي في خلال المرحله الاخيره انه ما بقاش يسيب الامور عشوائيه الحاجه اللي هيشتريها بكره بمليون يروح يجيبها بألفات. طب شايف ازاي الخطوه بقى مدير فني اجنبي دلوقتي لقطاع الناشئين بالنادي الاهلي وانت طبعا متابع جيد لكل القطاعات شاف النادي الاهلي دلوقتي برضو الخطوه بتاعت مدير فني اجنبي؟ انا كان شايف انه التطوير اللي احنا عايزين يلحق بيه الملاعب الادوات الانديه انك لما تجيب مدير فني بحجم فنجاده ده يبقى انا محتاج تطوير برامج تدريبيه تطوير نماذج عمل فني ادخل النادي الاهلي او زمالك او انبي او مقاولين او مقص او وات ايفر انه الراجل ده يدينا شغل جديد يدينا تعليمات جديده لكن يخطط لنا طب ما احنا عندنا اساتذه في التخطيط بس انت بتستخبى في اجنبي مش عارف ليه يعني النهارده لا ده نقطه مهمه جدا كابتن امام بيقول النهارده علشان اجيب مدير فني اجنبي للاتحاد بدل ما يخطط ويقول المسابقات دي اي مصري يعملها النهارده لازم اتواصل مع قطاعات الناشئين احط برامج اي حد في النادي الاهلي في الناشئين وفي البراعم اي حد في الاتحاد في الاسماعيلي في المصري في كل انديه مصر عندنا كفاءات قياديه كبيره جدا كله عارف الخريطه الزوجي بيتلعب كل سنتين الفردي بيتلعب كل 4 سنين عندنا محطات اولمبيه عندنا محطات 20 سنه التخطيط مش غايب عننا لو انت مسكت الاجنده السنويه يا كابتن اسامه وانت قاعد كده الامتحانات امتى رحت شايلها على جنب امتحانات طول السنه ايه امتحانات اخر السنه ايه رمضان امتى الاعياد ايه الموسم الدراسي كام هتحط بلان لو انا عندي مثلا 52 اسبوع في السنه ولا 53 تبدا تحط انا مش محتاج غير ان انا العب 34 مباراه كاني بلعب دوري ممتاز يسبقهم 10 اسابيع اعداد او 12 46 فالتخطيط سهل تقدر تطلع الراحه من دي ودي ودي تحط مسابقات منتظمه كامله لكن للاسف احنا هنا في يعني عايز اقول لما تجيب مدير يعني اجنبي نقدر نستفيد منه افضل من كده بدل ما يخطط ان انا اجيب حد يحط برامج للانديه يعني لو ترجع بالذاكره شويه حضرتك نادي الاهلي جاب خبير واثنين وثلاثه لمدربي النادي ايوه مظبوط برامج تدريبيه تدريبات في الملعب حاجات نظري للعيبه والمدربين كمان أجهزة. ولعيبه فانت ده اللي انت محتاجه تضاف ليك مش كتير بيبقى يتاح له فرصه انه يعمل معايشه في مدرسه اوروبيه او في مكان خارجي احنا محتاجين حد يثقف مدربنا يعلمنا احنا الكوادر اللي عجزنا دول جديد في مجال التدريب الناشئين والبراعم لكن يخطط مسابقات جوه حاوله في كتير طبعا يعني في كتير ابرز السلبيات اللي كابتن امام محمدين بيشوفها ما شاء الله موجود في المجال يعني اكتر من 20 سنه او 30 سنه في مجال قطاعات الناشئين وطلعت مواهب ابرز السلبيات اللي موجوده في المسابقات الكابتن امام يتمنى يعني ما تبقاش موجوده كابتن احنا محتاجين تخطيط طويل المدى معروف
اربع سنين حضرتك بتستلم عمل، حضرتك تبقى عارف مسابقاتك موجود في اتحاد الكوره امتى. انا ماليش دعوه باهلي وزمالك وانبي ومولين واسماعيلي واتحاد وقلوم، ماليش دعوه. انا بخطط طبقا الخريطه الدوليه دي وبعمل مسابقاتي. ايه اللي خليني اعمل انا مسابقه لسن زوجي 21 22 سنه؟ ليه؟ وفي فتره سابقه مع الحاج محمود شامي ينهي المسابقات في سن 18 19. عرفني بس القصه، يعني بيجي كل مسؤول النهارده بدري يعتبر بالمزاج. لو انت حاطط خريطه كل من يجي عليها ويترشح في اتحاد الكوره هو بيحترم هذه المكان، طور زياده لكن ما تلغيش دي. مظبوط. عندي مسابقه 2001 حضرتك بتنادي في الانترو بتقول لم يتم تكوين منتخب ليه. انت المفروض قبل ما تروح الاولمبياد يبقى في منتخب بيشرف عليه وتحدد مواعيد عشان ده منتخب فشل في التاهل لافريقيا ومن ثم ما راحش بطوله افريقيا. يعني 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 دي كارثه عندنا في مصر طبعا. وانت النهارده احنا بنحقق ست ميداليات، الامل اللي جاي ان احنا نحقق اكتر. كل اللي عندنا كمان في الالعاب الجماعيه الفردي حقق 93 جاب لنا افريقيا وراح تركيا كاس عالم. جيل اللي قبله 91 راح برازيل وكاس عالم. وكل الاجيال السابقه في سن ال 20 سنه في افريقيا من 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 عند حضراتكم كده، جيل 83 81 بتاع شوقي غريب اللي في الارجنتين، جيل الكابتن حسن شحاته بتاع متعب ورضا والمجموعه دي جاب بطوله افريقيا. لما بتفشل في 20 سنه في افريقيا دي تستدعي منك انك تذاكر اكتر، انك تهتم اكتر. طب لو فاتتني ال 20 سنه انا عندي دوره اولمبيه في سن 23. احنا دخلنا في 21 سنه وهنلعب كمان سنتين التصفيات المؤهله لدوره اولمبيه. وبتتكلم في مصر جابت ست ميداليات. طب انت هتوصل ازاي من غير ما توصل للمكانه دي؟ يغيب عننا التخطيط المنتظم، معروف توقيتات الامتحانات في مصر ايه، معروف الصيف بيبدا امتى، معروف الاعياد. طبعا هقول لك، وحضرتك دلوقتي بتتكلم عن التسجيل والقيد والموسم الجديد، جالنا حالا دلوقتي على الهواء بقى اتحاد الكره يعلن شروط القيد للموسم الجديد. نزل منشور دلوقتي حالا. قرر الاتحاد المصري لكره القدم فتح باب القيد الاولى للموسم المقبل يوم 30 اغسطس الحالي حتى 9 سبتمبر المقبل، على ان تنتهي قوائم الاضافه للقسم الاول في 20 سبتمبر وللقسم الثاني 22 سبتمبر والثالث الجمعه 24 سبتمبر والقسم الرابع 29 سبتمبر، فيما يمتد قيد الناشئين والصالات والنسائيه حتى 7 اكتوبر المقبل بالاضافه الى الاسبوع الاول من كل شهر. كما تقرر ان تكون فتره التسجيل الثانيه للموسم نفسه في الفتره من 1 يناير 2022 حتى 31 من الشهر نفسه، قيد الفتره الثانيه هيكون ممتد طول الشهر. وبالنسبه لقوائم الانديه للموسم الجديد، قرر الاتحاد المصري السماح لكل نادي بقيد 30 لاعبا بالاضافه الى 5 لاعبين من مواليد 99، وانت كنت لسه بتكلمني على الموضوع دلوقتي. كلام مظبوط. من مواليد 99 وما بعدها، ده بيخص قطاعات الناشئين، وما بعدها من اللاعبين الصاعدين بالنادي، فيما تحدد عدد اللاعبين الاجانب ب5 لاعبين من ضمن المقيدين بالنسبه للقسم الاول، ولاعبين اثنين للقسم الثاني، ولاعب واحد للقسم الثالث. على الا يعتبر اللاعب الفلسطيني ضمن اللاعبين الاجانب، يعتبر بيعامل معاملة المصريين ولا يسمح بإشراك غير اللاعب المصري في مركز حراسة المرمى، يبقى لاعب مصري في حراسة المرمى. كما حدد الاتحاد المصري، ده مهم للناشئين، لكرة القدم مسابقات المراحل السنية لمواليد 1 يناير 2001 و2000 كما حدد الاتحاد المصري لكرة القدم مسابقات المراحل السنية لمواليد 1 يناير 2001 و2003 و2005 و2006 و2007 و2008 على ان يسمح بقيد 30 لاعبا لكل مرحله سنيه. هاي. وبالنسبه للبراعم حدد لها من 1 يناير 2009 و2010 و11 و2012 و2013 على ان يتم تسجيل 50 لاعبا لكل مرحله سنيه. ايه رايك في ايه رايك في الموضوع اللي انت كنت بتتكلم فيه ونزل حاليا دلوقتي؟ زي ما بننتقد لازم نشكر. واضح ان استاذ احمد مجاهد واللجنه 99 لازم يتم اضافه 5 لاعبين بس هي بقى هنا يا كابتن اسامه. من الحقوق ومن العداله انك الخمسه اللي تأيدهم دول يكونوا من قوام فرقتك.
يعني انا ما اروحش اجيب لعيب مثلا من غزل المحله 99 واحطه في انبي او احطه في الاهلي او احطه في الاتحاد من القائمه عندك ليه؟ عشان ابرز دور قطاعات الناشئين اللي بتتعب وبتكلف ملايين الملايين. يبقى انا عندي قطاع وعندي شغل وعندي عناصر بجهزها تمثل النادي. لكن لو انت فتحت للخمسه اللي تحت السن دول مواليد 99 2000 هو يقصد هذا السن. يبقى ده الكلام المنطقي انه ما ينفعش 99 اللي انت مديت لها تلعب لغايه 21 سنه وهي مسابقه فشلنا فيها افريقيا وعالميا وكمان سن مش اولمبي. طب ايه اللي خلاك تكمل بيه؟ عايزين نثبت في الحته دي انه السن الاولمبي هو الوحيد اللي مديله المسابقات لغايه 21 سنه مواليد 2001. فيما عدا ذلك لازم تقف عند سن 20 ستوب. طب ايه رايك برضو في قيد 30 لاعب واحنا بنتكلم مواليد 2001 و3 و5 و6 والبراعم بقى بنتكلم في 50 لاعب دلوقتي. شابو للكابتن احمد مجاهد بشكره كراجل بفهم في مجال الناشئين. هذا الكلام ممتاز. الانديه الكبيره بتعاني من نقص في العناصر، اقدر العب بيه افريقيا، اقدر العب بكاس عالم، اقدر العب بناشئين، بقى عندي زخم 35 لعيب. النادي الاهلي النهارده لو سوق خمس ست لعيبه زي عبد المنعم زي 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 يقدر يستجمعهم تاني او يوزع مجموعه اخرى وكمان ما يكلفش النادي. انا بصرف على اللاعب ده لانك انت بتصرف يعني فلوس كتير والنهارده ممكن يضيع مني في قرار من اتحاد الكوره. مينيمم في النادي الاهلي مثلا انا اتكلم على مثلا نادي السابق اللي هي النادي 20 مليون جنيه في السنه على قطاع الناشئين. لما ما ضخش كل سنه اربع خمس لعيبه يبقى القطاع ده ملوش لازمه. طب انت معاده ليه؟ نخلي القطاع بقى فرقتين ونوفر الموارد دي للالعاب الاكبر من كده. فبالتالي النهارده ما تسمح بخمس لعيبه انت رايت انه في انديه كبيره الموسم ممتد معاها في ظل اوبئه وخلافه بيلعب في افريقيا بيلعب في الكونفدراليه بيلعب دوري عام 40 ماتش وبيلعب في افريقيا 15 ماتش. لازم تبقى عامل حسابات ده هي مش قرقوش. ده كلام منطقي. كمان على مستوى المسابقات مبسوط انه عمل 2001 هو سن البدايه. ما ده عشان السن اللي اولمبي واكيد هيفتح للسن الزوجي مناطق. لان انا هلعب 2001 جمهوريه 2003 جمهوريه 2005 جمهوريه وبالضروري لازم يلعب 2006 جمهوريه لانها اصعب مرحله مفروض في 22 اللي جاي. 2005 لسه ما حددوش. ما 2005 احنا يعني هو الكلام المظبوط ايه؟ هو ده هيلعب امتى؟ 2025. خد بالك ده سن اولمبي. طب ما انا لازم ابداه دلوقتي 16 17 18 19 مظبوط لازم ابدا من بدري عشان لما يوصل سن 19 هي التصفيات بتبدا هنا. يبقى خد كم اربع مواسم من الاعداد في زخم من المباريات الصعبه اهلي وزمالك وانبي واسماعيلي ومقاولين واتحاد. ده دوري صعب بيفرز اللعيب غير اللي بيضج شويه النادي بيوصله. يعني ممكن انت عندك في الاهلي تشوف مثلا سين من اللعيبه مميز انضجه يلعب دوري ممتاز بدري مش هيفيدني في الناشئين. انت عايز تحافظ على بطولات واسم الاهلي والكلام ده لكن في نفس الوقت يهمك المنتج ده يبقى يجي ليه قيمه تسويقيه. طب تعالى بقى اسال في الاثنين اللي انت بعتهم سموحه دول لو النهارده بتحط لهم ارقام ماليه والهدف الاول ان يرجعوا لي كمان تتكلم في كام؟ تتكلم في 50 60 مليون طبعا ارقام كبيره. لو سبتهم من سنتين ان هم لعيبه فاشله في الناشئين فالاهلي استدرج دي واعتقد الانديه كلها بتتعلم. هو المعلم بتاعنا فاحنا بنتعلم منه مفيش مشكله يعني. شرفتنا ونورتنا يا كابتن امام ودايما يعني الحديث معاك محتاجين حلقات وحلقات فيها. بشكرك شكرا جزيلا كتير ان انا اكون معاك كابتن اسامه. كل تحياتنا للنادي الاهلي وقناه النادي الاهلي وكنا نتمنى نكون ضيوف خفاف عليك وعلى جنب. لا دايما يعني بنستفيد منك يا كابتن امام. بشكر ضيف اللي كان مشرفني منور النهارده كابتن امام محمدين رئيس قطاع الناشئين في الاتحاد السكندري. بنتمنى له كل التوفيق. لو احنا عايزين نستفيد صح في الكره المصريه بنادي من هنا كل المسؤولين في اتحاد الكوره لازم نستفيد من خبرات كابتن امام محمدين. ما شاء الله خبرات كبيره وطلع لاعبين كتير جدا لكل المنتخبات وزي ما احنا بنتفرج دلوقتي في الدوري الممتاز وشفنا من شويه لعيبه كتيره اكتشفها وهي لسه صغيره. بشكر حضراتكم شكرا جزيلا. بكده وصلنا نهايه حلقتنا. نشوفكم الاسبوع اللي جاي ان شاء الله حلقه جديده من الاشباك.